بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم عندي في القناة. إن شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين في أحسن الأحوال ديالكم وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم البنات جيت نشارك معكم هذه الحريشات، هذه الحرشة السائلة البنات دغيا كتوجد في 5 دقائق، يعني ممكن تعتبروا أسرع في الطور، ممكن توجدون عائلتك ووليداتك. وإن شاء الله يا ربي نال الإعجاب ديالكم البنات هاد الحريشات هادو، وجربوهم من وليداتكم ومن عائلتكم. وبالنسبة للبنات اللي أول مرة كيشوفوا الفيديو كيزوروا القناة ديالي، كنتمنى أنهم يدعموني بالاشتراك وبلايك وتعليق إن شاء الله يا ربي. ودابا البنات ندوزو للمقادير والطريقة ديال التحضير ديال هاد الحريشات. بالنسبة للمقادير البنات ديال هاد الحريشات، غادي نحتاجو 2 كيسان ديال السميدة، السميدة البنات اللي كنستعملو في الحرشة، 2 كيسان ديال الحليب. ديما البنات يعني اي زعما مقدار بغيتوه، زعما بغيتو تنقصوا ولا تزيدوا على المقدار اللي غادي نعطيكم انا، ديما السميده والحليب قد بعطيتهم البنات. 2 بيضات، نص كاس ديال الزيت، نصف معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، ونصف معلقه صغيره ديال الملح. صافي البنات، هادو هما المكونات ديال الحريشات هادو، بساطين وكيجيو البنات فنيونين. هاد الحريشات كيجيو خفيفين ودغيا ما شاء الله كيوجدوا في 5 دقائق، ها هما الحريشات ديالك واجدين. دابا البنات ندوزو للطريقه ديال التحضير ان شاء الله. بالنسبه للبنات الطريقه ديال التحضير فهي سهله بزاف. كنعملو المكونات ديالنا كاملين البنات، كنعملو 2 كيسان ديال السميده ديالنا، كنعملو بيضات، كنعملو جميع المكونات البنات عاد كنخلطو. سهلة البنات بزاف هاد الحريشة هادي، عفوا كيما قلتلكم البنات سهلة ودغيا كتوجد البنات. 2 كيسان ديال السميدة، 2 بيضات، نصف كاس ديال الزيت، نصف معلقة صغيرة ديال الملح، ونصف معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوى، وكنضيفو الحليب، 2 كيسان ديال الحليب. صافي كيف قلتلكم البنات كنضيفو جميع المكونات صافي، وكنخدمو هاد الحريشة ديالنا. من كيبغيو لا خدمة البنات لا تا شي حاجة، صافي غير ينسجمو لنا المكونات. صافي البنات ونبداو نطيبو الحريشة ديالنا. صافي البنات هذا هو الخليط ديالي، كتجي الحرشة على هاد الشكل هذا، كتجي سائلة. صافي البنات كنجيب واحد المقلة ديال البغريرة البنات تكون ما كتلصقش، يعني ضروري خصها تكون ما كتلصقش لانه هاد الحريشات هادو كيطيبو بحالهم بحال البغرير. صافي البنات كنجيبو المقيلة اللي عندكم كطيبو بها البغرير، وكنمسحها البنات. اول حاجة كنمسحها بكلينكس فيه شويش ديال الزبدة وكنمسحها به، وهذا كنخليها البنات يعني اللي كان ما كنطيب شي وحده كنزولها، وكنعاود نعمل نفس الطريقه، كنمسح بهذه الطريقه هذه المقله ديالي عاد كنعمل الحريشه ديالي طيب. صافي البنات وكنعملوا صافي الحريشه ديالنا طيب على نار البنات متوسطه. هما البنات غادي نعملهم صغيرين، ممكن البنات تعملوهم في مقله كبيره من هذه، يعني تقسموهم على 4 مثلا ما تبغوا تقدموهم، كيجيو مزيونين البنات باي طريقه عدلتوهم كيجيو مزيونين. صافي البنات انا غادي نتسناها دغيا كيطيبوا البنات، ما كيديوش الوقت. صافي اون فوا كتحطها على البوطه كيف كتشوفوا، صافي كتبدا تعمل هاد الفقاعات هادو. صافي واحد النص دقيقه عاوتاني كنقلبوها على جهه اخرى. صافي البنات كيف كتشوفوا الحريشه ديالنا كتبقات من هاد الفقاعات بحال هاد الشكل هذا، وكتبدا بحال اللي كتنشف من الجنب. صافي كنقلبوها البنات كيف كتشوفوا الحريشه ديالنا طابت دغيا كما قلت لكم البنات، ما كديش نص دقيقه وكطيب.
عاوتاني جهه اخرى نفس الطريقه نصف دقيقه صافي وها هي واجده. صافي البنات غادي نشوفوها دابا. صافي البنات كيفاش كتشوفوا ها هي من الاتجاه حتى هي طابت كتجي على هذه الطريقه البنات. صافي ومن كنبغيو البنات نحطوها في الطبسيل من الافضل يكون الطبسيل البنات فيه كلينيكس على هذا الشكل هذا باش ديك السخونيه ديالك حيت ملي كتكون سخونه كتطلق واحد هذاك الربو ديالك يولي بحال الماء. الا حطيتو ثاني شان الطبسيل بحال كتفزك لكم شويه. من الافضل يكون هذاك الطبسيل اللي غادي تحطوها فيها مباشره من بعد الطياب يكون تحت منه كلينيكس. صافي البنات دابا غادي نكملو. وهادو البنات هما الحريشات ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا ما شاء الله البنات كيجيو غزوز دلان. كنتمنى انكم البنات تجربوهم لوليداتكم ولعائلاتكم. كنقدموهم البنات هيدا مع الجبينه ولا مع العسيله ولا مع اي حاجه كيتواتاو مع اي حاجه كيجيو مزيونين وسهلين. اهم حاجه البنات دغيا كيوجدوا كما قلت لكم 5 دقائق يعني ديك اللحظه اللي كتنوض انك توجد الفطور صافي دغيا على بيد ما توجد القهوه ويعني وديك الشيء الاخر اللي غادي ترافق مع الفطور ديالك كيكونوا حتى هادو واجدين ما شاء الله. ان شاء الله يا ربي البنات كما قلت لكم تعجبكم هذه الوصفه باذن الله وتجربوها ان شاء الله لعائلتكم ولوليداتكم. ونشوفوا دابا البنات هاد الحريشات كيفاش كيجيو من داخل كيف كتشوفوا ها هي الحريشات ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا كتجي غزاله البنات وما كديش الوقت مره في الطياب. كنتمنى البنات انها تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله يا ربي. وكنتمنى البنات الجداد في القناه يدعموني بالاشتراك ديالهم ويخليوا لي كومونتير وتعليق وعفوا ولايك. وان شاء الله يا ربي البنات نشوفكم فيديو جديد في امان الله والسلام عليكم.